لا هم هسه يرجعونهم. شوف جايين من وين كان؟ اي هذا صاحبنا ابو القنر سبع ما طاهم فكه بس تاكد ما عندهم. جمال خليه يقعد عادي جاي القرار ده جمال قلم على الهمر. وين حيحصله؟ اي ما يحصله. الحرس والوطن وترابه بي حتى الوطن ضربه قالفه بس بعده جاي هذا جاي قام واحد نزل من الهمر. ايه هو هذا من زمان جاي يعالج من ورا الهمر بس كوني قاوم طلعت قوة قول معاهم برا جاي هذا صاحب جاي يعالج يعني لحقه اذا ما لحقه ينكتلون. جوال وين كان الاسناد جمال؟ هذا بقى بس واحد وهذا صاحب اي ثاني نرجع جمال يجيب جمال هذا بالجنر ابو الجنر طاح عادوا كلش ما يبعدهم يرمون سرده وهسه سرده اللي يرقون قدامهم طف التبليغ اجري انا وياي الموقف اللي شفته بالتصوير موقف يعبر عن البطولة والشجاعة انتوا اهل البطولة والشجاعة يعني هذول اللاعبين جبناء من ناصبينكم كمين وطققوا عبوة عليكم وجهوا عبوة الحمد لله انه وقفتوا وما قدروا ياخذوكم قاتلتوا قتال الابطال وانا شفت يعني الفيلم شلون ظليتوا تهمون من الهمر وشلون صديتوا الهجوم مالتهم وقدرتوا ان تمنعوهم من تحقيق مهارهم. انتوا ابطال وهذا الجرح هو يعني وسام فخر. وسام فخر. تستحقون كل التقدير والاحترام. الله يسلمك سيدي. انا بس حبيت انه يعني اسلم عليكم واقدم لكم هديه بسيطه. واتمنى لكم دوما الموفقيه والصحه والسلام. ابطال الاتحاديه يعني هم جزء من النقاط. هاي الناس هسه اللي قاعده تمشي وتفتر وتطلع هذه كلها قتالكم وبطولاتكم. الله يسلمك. شكرا وتقديري لكم وسلامي لاهلكم ولعوائلكم تمنياتي لهم بالموافقه. هاي هديه بسيطه قدمت لكم اياها. يعرف قيمة رجال سيادة النقيب جنابك لابس النقيب وجنابك يعني السيد القائد ان شاء الله اعطوهم اجازه كل واحد 10 في يوم رمضان سيدي ان شاء الله طيب الله يسلمك هاي هديه بسيطه اليك سيد وجودك والله ان شاء الله اي شيء تحتاجون عوائلكم واهلكم والله سيدي بس شغله واحده ايه سيد انا مقر اعلام السريه سيد مجلس تحت الباب سيد امام السيد سيد والله سيد حتى بالتمارين الله يخليك انا خابر انا خابر قائد انا خابر قائد الشرطه الاتحاديه والله سيد بطل والله سيد الله يخليك سيد الله يخليك عافيه عليك دافع امام سيدك عافيه الله يسلمك الله يسلمك شكرا جزيلا سيد